مرحبا المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج لقلق ثمينه. ومجموعه الحلقات دي بنتناول ثمر الروح القدس اللي جه ذكره في غلاطيا 5:22، واما ثمر الروح فهو محبه، فرح، سلام، طول انات، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. لكن علشان نقدر يظهر في حياتنا ثمر الروح القدس، محتاجين ان احنا نثبت في الكرمة، محتاجين ان احنا نتبع الرب يسوع تبعية لصيقة، محتاجين ان احنا زي البذرة تموت في الارض وتدفن علشان تقدر تأتي بثمر كثير. شفنا في الحلقات اللي فاتت حياة الدفن، الحياة اللي في الخفاء، الحياة اللي ما فيهاش يمكن ثمر عملي واضح قدام الناس. لكن في وقت الدفن ده، وقت التشكيل الالهي اللي ربنا بيشكلنا من خلاله، في حاجة مهمة قوي لازم تحصل في حياتنا علشان يظهر فينا ثمر الروح القدس. والحاجة دي هي حياة التلمذة الحقيقية للرب يسوع. يمكن لو قلنا يعني ايه كلمة تلميذ او تلاميذ، بيروح على طول ذهننا الى التلاميذ اللي في الفصل اللي قاعدين يسمعوا المدرس بيقول حاجة معينة، وهم بينقلوا الكلام اللي بيقولوا، بيتعلموا مفاهيم جديدة، معلومات جديدة، حاجات يعني ذهنية عقلية. ده يمكن يكون المفهوم اليوناني أو المفهوم اللي احنا بنفهمه في الوقت الحاضر بحسب الحضارة اليونانية والفلسفة والعلم. وبنعمل كده ساعات كتير قوي في حياتنا مع ربنا، بنفتكر ان انا لو قريت الكتاب المقدس وحفظت ايات وقريت كتب وحشيت مخي معلومات وابتديت ان انا اعرف عقائد ومفاهيم وحاجات ذهنية معلومات، ان انا كده بقيت تلميذ للمسيح. لكن في الحقيقة المفهوم ده ابعد ما يكون عن الحقيقة، لان التلمذة في المفهوم اليهودي، المفهوم العبري، هي انك تكون نسخة من معلمك. يعني ايه؟ رب يسوع لما اخد التلاميذ بتوعه، كان اسمهم تلاميذ، عمره ما قعدهم في فصل ومسك سبورة ويشرح عليها حاجات. لكن الرب يسوع لما كان التلاميذ دول معاه، كانوا بيعملوا ايه؟ بياكلوا مع بعض، بيروحوا مع بعض الأماكن المختلفة، إذا كان في البحر، إذا كان في السفينة، إذا كان في المجمع، إذا كان في البيوت. رب يسوع كان دايماً واخد التلاميذ معاه في كل حتة. ليه؟ لأنه عايز التلاميذ دول يكونوا بيقلدوا في كل حاجة بيعملها، الطريقة اللي بيتكلم بيها، الطريقة اللي بياكل بيها، الطريقة اللي بيتعامل مع الناس بيها، الطريقة اللي بيفكر بيها، كل حاجة عايز تطبع شخصيته على تلاميذه، يكون هو المعلم القائد اللي بيستثمر حياته في تلاميذه. علشان كده المفهوم ده نلاقيه من أول الكتاب لآخر الكتاب. لو حبينا نرجع في العهد القديم، يمكن كلمة تلاميذ ما جاتش غير مرتين بس. المرة الأولى في أشعياء 8:16 يقول كده: سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي. والمرة التانية اللي جات فيها في أشعياء 54:13 يقول كده: وكل بنيكي تلاميذ الرب وسلام بنيكي كثير. يمكن كلمة تلاميذ ما جاتش غير في المرتين دول بس في العهد القديم، لكن مفهوم التلمذة اللي الرب كان عايز يستودعه حتى في شعب إسرائيل، يمكن نلاقيه المكتوب في تثنية، في سفر التثنية وعدد وصاري وإصحاح 6، تثنية إصحاح 6، وتدي نقرأ من عدد 4. الكتاب بيقول كده: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم فين؟ على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك،
واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. يعني الرب عايز تكون شهاداته وشرائعه وأسلوب حياتي مع الرب يكون مش بس حاجات نظرية بعيشها، حتى لو كان في العهد القديم ذبايح دموية، أمور بيعملوها بس أثناء مروحهم الهيكل أو خيمة الاجتماع، لكن الحاجات دي لازم تكون طبيعة حياة، أسلوب حياة، وانت نايم وانت صاحي وانت بتاكل وانت مع أولادك في البيت وانت رايح الحقل وانت رايح الشغل وانت بتبيع وتشتري وانت بتعمل صفقات وانت بتعمل كل حاجة. الوصايا دي منبعها انك ملتصق وتابع للرب تبعية لصيقة، وان انت إلهك عايزك يكون محور حياتك، فتحب رب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك. والوصايا دي تكتبها كده زي عصائب بين عينيك على قوائم أبوابك على كل هتعلمها لأولادك، كل حاجة في حياتك ما يكونش فيه انفصال بين عشتك العادية وبين علاقتك مع الرب. لكن من الأول خالص الرب عايز يكون حقيقي جدا في حياة شعبه. يمكن يكون في أمثلة لحياة التلمذة في العهد القديم، نشوف كده مثلا في إيليا وأليشع. إيليا كان نبي عظيم جدا، ربنا استخدمه في العهد القديم، عمل به معجزات غير عادية، لكن إيليا كان من ضمن الناس اللي ما دقوش الموت. يمكن اتنين في كتاب المقدس اللي ما ماتوش، كان أخنوخ السابع من آدم، وكان إيليا اللي رب أخده حي في مركبة من نار. أليشع كان التلميذ بتاع إيليا. أليشع كان كل حاجة في حياته بيقلد إيليا، حتى إنه لما عرف إن الرب هياخد إيليا عنه قال أنا مش هتركك ومش هسيبك. نقرأ الكلام ده في ملوك الثاني إصحاح 2، يقول كان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال، فقال إيليا لأليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال إليشع حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. كل حتة راحوها، بيت إيل، الجلجال، الأردن، أريحة، الأربع أماكن اللي إيليا راحها، كل مرة يقول لأليشع أمكث هنا، إليشع يقول له حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. ده التلميذ الحقيقي اللي لازق في معلمه، اللي مرتبط بمعلمه. علشان كده رب يسوع عايزنا تكون حياتنا حياة تلمذة حقيقية. حياة التلمذة مش ان انا اعرف معلومات عن الرب، حياة التلمذة ان تنطبع صورة الرب في حياتي. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حياة الدفن. حياة الدفن هي اكتر وقت ربنا بيشكل فينا ويتلمذنا ويبتدي يشتغل على شخصياتنا وعلى كياننا، على أسلوب حياتنا، أسلوب تفكيرنا، أسلوب معاملتنا في كل حاجة، بحيث زي ما بولس قال كده يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. التمخض ده بتبقى حاجة الجنين جوه البطن في الضلمة مدفون جوه. الجنين حي وبيتنفس وبيكبر وبينمو، لكن جوه مدفون جوه رحم أمه. ده بالظبط اللي ربي بيعمله في حياتنا ساعات كتير قوي، ولازم نمر بيه ونختبره، إن إحنا مع أننا واخدين حياة من المسيح، بنكبر بناكل بننمو، لكن في وقت لازم نكون مستخبيين جوه، مدفونين جوه. الرب بيشكل فينا وبيكبرنا، مش علشان كل واحد يكبر على راسه بالطريقة بتاعته، لكن في الوقت ده ربنا بيخلينا نتعلم يعني ايه نتلمذ عند الرجلين الرب، ازاي نكبر ونتشكل على صورة الرب. في روميا الكتاب يقول كده،
الذين سبق فدعاهم، سبق فعينهم، سبق فمجدهم، سبق فعمل بررهم أيضا. يعني أنا مش عايزة أقرأ المقطع كله، لكن الهدف من دعوة الله في حياتي إيه؟ حاجة واحدة، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. الشبه لصورة الرب يسوع، هي دي حياة التلمذة. ده التلمذة الحقيقية، إن التلميذ يبقى زي معلمه بالظبط. عشان كده رب يسوع قال كده، اللي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي. ليه؟ لأن الأعمال اللي أنا هعملها يوم لما أكون تلميذ حقيقي وتلميذة حقيقية للرب يسوع، مين اللي بيعمل الأعمال؟ الرب يسوع قال كده، الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. وأنا لو تلميذة حقيقية للرب يسوع، الروح القدس الحال فيا هو يعمل الأعمال، هو يثمر الثمار. علشان كده أهم حاجة في فترة الدفن، وإحنا لسه مدفونين، وإحنا لسه ما عندناش خدمة علنية، لسه الرب بيشكل فينا، ده الوقت اللي أنا بشجعك فيه إن أنت تكون متلمذ عند الرب يسوع. شفنا تلميذ زي إليشع، يوم لما إيليا اتخذ منه في المركبة النارية كان تلميذ مجتهد، قدر ياخد الطلبة اللي ليه. هو قال كده، قال له أنا عايز إيه؟ أنا عايز يكون ليا اتنين من روحك عليا. بس إيليا قال له كده، لو شفتني وأنا بتاخد منك هيكون ليك طلبك. إليشع تبع إيليا تبعية لصيقة جدا، أينما ذهب إيليا إليشع ذهب معاه. يعني قال له الرب أنا هرسب لبيت إيل، قال له مش هتركك. بعد كده قال له رب أرسلني إلى أريحة، قال له برضو حي هو رب وحياة هي نفسك إني لا أتركك. وبعد كده قال له أنا رايح الأردن، قال له وراك حي هو الرب وحياة هي نفسك إني لا أتركك، لغاية ما عبر الأردن. فقال إيليا لإليشع، أطلب ماذا لك قبل أن أخذ منك؟ فقال إليشع، ليكن نصيب اثنين من روحك علي. وفعلا لما إيليا صعد في المركبة وإليشع شافه، الرب ادى لإليشع نصيب روح اثنين من إيليا. لكن بالمقابل في تلميذ آخر، تلميذ إليشع بقى جيحزي، اللي كان متوقع إنه هو يكون تلميذ إليشع. يمكن إليشع طلب اثنين من روح إيليا، يمكن لو جيحزي كان تلميذ حقيقي مخلص لاصق بإليشع، ملتزم إنه يتبعه وإنه تتصور في صورة إليشع، كان ممكن يبقى جيحزي نبي عظيم. لكن للأسف جيحزي ما كان عنده نفس الفرصة اللي كانت عند إليشع، إن زي ما كان إيليا نبي عظيم كان إليشع نبي عظيم، كان مفروض إن إيليا جيحزي سوري يكون كمان أعظم من إليشع. يعني لو كان إليشع عرف حياة التلمذة الحقيقية كان ممكن يكون نبي عظيم جدا في إسرائيل. لكن للأسف جيحزي ترك إليشع فمحك، زي بالظبط ما ديماس ترك بولس فمحك. ديماس اتكتب عنه إنه أحب، ديماس قد تركني إذ قد أحب العالم الحاضر. وجي الوقت لما جيحزي كان عنده الفرصة إنه يلتصق بإليشع، جيحزي اشتهى ايه؟ اشتهى الثياب، اشتهى الحلل، اشتهى الذهب والفضة اللي اتعرضوا عليه ايام نعمان السورياني ما جه ونال شفاء من إليشع. ساعتها جيحزي عمل ايه؟ اشتهى العالم الحاضر، الحلل، الثياب، الغنى، الثروة. النهاردة اسأل نفسك، هل انا تلميذ حقيقي للرب يسوع، ولا انا بترك الرب عشان العالم الحاضر؟ ناخد فاصل ونرجع نكمل حياة التلمذة الحقيقية.
شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Steel Beach, كاليفورنيا 90740. حياة المدى الحقيقية تؤدي إن أنا أكون مشابهة صورة المسيح في كل حاجة، لدرجة إن الكتاب يقول كده: دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. ليه دعوهم الناس؟ هم ما سموش نفسهم مسيحيين، هم كان اسمهم تلاميذ. كل اللي كانوا عاملينه أو نفسهم يحققوا في حياتهم إن هم يكونوا شبه الرب يسوع نفسه، لدرجة إن الناس اللي بره سموهم مسيحيين. ليه؟ لأنهم يشبهوا الرب يسوع في كل شيء. كان اسمهم هؤلاء أتباع الطريق، الطريق الجديد، الطريق اللي الرب يسوع جاي يعمله. لكن علشان ظهرت فيهم صفات وملامح شخصية المسيح، علشان كده دعيوا مسيحيين. النهاردة اسأل نفسك: ايه الغرض من حياتي وتبعيتي للرب؟ هل انا عايز اعمل لنفسي اسم؟ عايز احقق نفسي في خدمة؟ عايز اشوف حاجة تشبع كبريائي وان انا اكون انسان بيخاف ربنا قدام الناس والناس تقولوا فيا كلام حسنا؟ يعني ناس كتير قوي كان عليهم دعوة عظيمة في حياتهم، لكن خسروها لأنهم فقدوا الدعوة الحقيقية والتبعية الحقيقية للمعلم بتاعهم. شفنا زي جيحزي كمفروض يبقى نبي عظيم يتبع أليشع، لكن من أجل محبة العالم، المكتوب كده: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. ليه؟ لأن محبة العالم عداوة لله. كل اللي في العالم إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. لكن النهاردة أنت لازم تكون تعرف أن تبعيتك وتلمذتك للمسيح لازم تكون تبعية دائمة، وأنك أنت تسمح للرب أنه يشكل حياتك ويغيرك لصورته علشان تكون مشابه صورة ابنه. الغرض من حياة التلمذة المسيحية مش ان انا اعرف معلومات، لكن انا اكون مشابهة صورة ابنه. والطريقة الوحيدة اللي يحتحصل كده في حياتي ان انا اكون بسمع صوت الرب. قال كده: خرافي تسمع صوتي. مش اسمعه علشان اخزن معلومات، لكن يكون عندي الاستعداد القلبي للطاعة. لما الرب يقول لي حاجة ان انا اطيعه واعيشها، ان انا اطيعه واعملها. قال كده: اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لاعرف ان اغيث المعيا بكلمة. يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. كلام ده نقرأ في أشعياء 50:4. لسان المتعلمين يجي إمتى؟ لما وداني تبقى ودان المتعلمين. لما كل صباح أقول: يا رب كلمني، يا رب علمني، يا رب دربني. داود يقول له كده: علمني يا رب طرقك، عرفني سبلك، دربني في حقك وعلمني. حياة التلمذة عند رجلين الرب يسوع زي مريم. مريم اللي ما كانتش يمكن بتعمل اكتيفيتيز كتيرة او انشطة جامدة، يمكن مرثا اختها كانت هي باينة في الصورة، كبرت العيلة، صاحبة البيت. الرب يسوع الكتاب يقول كده انه كان بيت مرثا
ولعازر واختها مريم. مرثا كانت تقريبا صاحبه البيت لان الاخت الاكبر، وكانت دايما منشغله في خدمه كتيره بتادي امور للرب. لكن دي مش حياه التلمذه. حياه التلمذه ان واحده زي مريم تقعد عند رجلين الرب، تسمع كلامه كل صباح، تيجي وتقعد عند رجليه وتسمع كلامه، تتعلم تنطبع شخصيه المسيح فيها. لدرجة أن مريم مع أنها ما كانتش من التلاميذ الاثناشر، لكن هي الوحيدة اللي فهمت بقعدتها عند رجلين الرب وسمعها لصوته كل يوم كالمتعلمين أن مش هتلحق تكفن الرب. علشان كده جابت الطيب وسكبته عند رجليه، والرب قال كده اتركوها لأنها ليوم تكفيني قد حفظته. اسأل نفسك النهاردة، هل أنت بتعتبر نفسك تلميذ لمجرد أنك عارف معلومات، عارف عقائد، دارس دراسات، واخد شهادات، ليك خدمة كبيرة وناس بتتبعك، ولا عشان أنت بتعرف تقعد عند رجلين الرب، تسمع كلامه، تتشكل على صورته، تفكيرك، مشاعرك، إرادتك، شخصيتك، طموحك، أحلامك، كل ما في حياتك بيشبه الرب يسوع. الرب لما يجي يبص كده عليك يلاقي انعكاس صورته فيك. عارفين لما تبقى دايما قاعد قدام المية وتيجي تبص في المية بتشوف صورتك في المية. علشان كده الرب قال عن الرجل اللي طوبه في مزمور واحد، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطى لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن ايه؟ في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. مش يحفظ محفوظات، مش يردد آيات، لكن بيلهج فيه. يبقى عصارة حياته كلها الأكل اللي بيأكله وبيكتر عليه وميديتيت، يعني يتأمل فيه، لدرجة ان الأكل ده بيبقى جزء من كيانه. الأكل اللي بنأكله خلاص مش بنقدر، لو أنا أكلت خيار أو جزر أو طماطم أو فاكهة معينة خلاص ما بقدرش تيجي تاني تبقى خيار، لكن بتبقى في أنسجتي. هي دي حاجة التلمذة، لما ناكل الرب يتمثل المسيح فينا، نبقى إحنا على صورته، على شبهه، إلى أن يتصور المسيح فينا. فأنا النهاردة بشجعك، وقت الدفن والتمخض وانت لسه جوه تحت الأرض، اسمح للرب أن يشكلك ويتلمذك إلى أن يتصور المسيح فيك، وتكون لؤلؤة وتثمر لمجد اسمه. اللقاء في حلقة جديدة من برنامج لآلاء ثمينة.